أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ورانا وقفة. نناقش تداعيات العقوبات الأمريكية على واردات النفط والغاز الروسيين، ونتساءل ما تأثير تشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي على الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وما خطط موسكو لمواجهة عقوبات اقتصادية ومالية ما فتئت تشتد. كما نتساءل ما قدرة الدعم الأمريكي العسكري المتزايد لكييف على تغيير المعطيات الميدانية، وهل ترضخ الدول المجاورة لحدود أوكرانيا والأعضاء في حلف الناتو إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة لمد كييف بمقاتلات حربية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من الجزائر، الدكتور فريد بن يحيى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث الاستراتيجي في المركز العربي للأبحاث. نتابع النقاش بعد التقرير. في تصعيد جديد للعقوبات على روسيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف شريان الاقتصاد الروسي الرئيسي بحظره استيراد بلاده لواردات النفط والغاز الروسي، وهو ما يثقل حجم العقوبات الاقتصادية ويفاقم عواقبها على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا. بايدن قال إن القرار اتخذ بعد تنسيق وثيق مع حلفاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تساعد في دعم حرب بوتين على أوكرانيا وستسعى إلى زيادة كلفة الحرب على موسكو. اقتصادياً، أحدث قرار بايدن انتعاشة في أسعار النفط الخام، حيث قفز برميل النفط إلى حدود 130 دولاراً ليتراجع بعدها إلى 125 دولاراً. وعلى الرغم من أن الدول أوروبا لم تنفذ أي عقوبات على وارداتها من مصادر الطاقة الروسية، وبقاء الأخيرة الموردة الأكبر لإمدادات الغاز الطبيعي للقارة العجوز، لكن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا لم تكتب مخاوفها من ارتفاع أسعار النفط وما قد يتبعه من أزمة غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي. فاستهداف قطاع الطاقة الروسي ليس بالأمر الهين بالنسبة إلى الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. قرار واشنطن وصفه الكرملين بالحرب الاقتصادية، مشدداً أن رفض استيراد النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمي. من جانبها قالت الخارجية الروسية إن موسكو تحضر لرد على الدول الغربية سيضر بها، وستبلور ذلك الرد بعد اجتماع يعقده الرئيس فلاديمير بوتين الخميس مع حكومته. في أعقاب ذلك أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للولايات المتحدة إزاء ما وصفها بالضربة التي وجهتها إلى قلب آلة بوتين الحربية، داعياً الدول الغربية الأخرى إلى النسج على ملوال الولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما يتصاعد الجدل بشأن طائرات حربية من طراز ميك 29. كانت بولندا قالت إنها ستتبرع بها لأوكرانيا، لكنها ستسلمها إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، وهو ما رفضته وزارة الدفاع الأمريكية بعلة أنه سيبدو تدخلاً عسكرياً مباشراً ضد روسيا، الأمر الذي تجتهد واشنطن في تحاشيه. لبرنامج ولنا وقفة، نسرين حامدي، تي ار تي عربي. أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من الجزائر دكتور فريد بن يحيى. دكتور فريد، مع الإجراءات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، كيف تنعكس هذه الإجراءات على الاقتصاد الروسي عامة وعلى قدرة روسيا على تمويل هجومها على أوكرانيا على وجه الخصوص؟ فبالطبع لما نتكلم على حزمة المشاكل الموجودة في المنطقة ما بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات التي تنهار عليها من كل مكان، فبالطبع هذا راح يؤدي إلى حرب اقتصادية. وأنا دخلت في قناتكم المحترمة وقلت أنه داخلين على حرب اقتصادية في المنطقة وراح تكون حرب صعبة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد تدخل عسكري يعني مع روسيا، لأنها تعلم جيدا أن الاتحاد أن روسيا الآن عندها كل القدرات العسكرية لضرب حلف الناتو في أوروبا، يعني خاصة لما شفنا أنه في تطور تكنولوجي رهيب في روسيا، خاصة للحرب الإلكترونية والصواريخ المغناطيسية، فهذا بالطبع راح يهدد
القواعد الأمريكية أو حلف الناتو في المنطقة. فالآن روسيا تريد الخروج من هذه الأزمة بأقل ضرر، يعني تريد أن تحافظ على سلامة ترابها، وكذلك تريد أن تضم بعض الدول التي خرقت دخلت إلى استقلاليتها الآن والتي لم تعترف بها كثير من دول العالم، لكن بالنسبة هي لها حابة توضع العالم أمام الأمر الواقع. الحرب التي تدور الآن هي حرب اقتصادية. لماذا؟ لأن أوروبا تصدر حوالي 60% من المنتوج تاعها نحو الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الأموال الأمريكية أكثر ما بين 70 إلى 80% من الأموال الأمريكية هي داخلة في الاقتصاد الأوروبي. إذن فالآن أوروبا موجودة ما بين المطرقة والسندان، ما بين الدب الروسي. طيب أنا سآتي إلى الأضرار التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الأوروبي، ولكن أريد أن أعود إلى الأضرار التي يمكن أن يتكبدها الآن الاقتصاد الروسي، وخاصة فيما يتعلق بتمويل آلتها العسكرية التي تعمل في أوكرانيا. هو شوف، احنا بالنسبة لنا في توازن عسكري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، يعني من حيث التكنولوجيا نرى أن النفقات العسكرية الأمريكية حسب جلوبال فاير حوالي 625 إلى 650 مليار دولار، بينما روسيا حوالي 70 إلى 80 مليار دولار. إذن فروسيا لها الإمكانية الآن، عندها يعني حوالي أكثر من 1500 إلى 2000 مليار دولار حسب الخبراء. إحنا ما عندناش الرقم يعني إكزاكت، لكن عندهم كذلك احتياطي من الذهب كبير، وممكن أنها تتحمل العقوبات هذه ربما 3-4 سنوات يعني روسيا في هذا الأمر. إذن فبالنسبة للآلة العسكرية بالطبع هم عندهم كل إمكانيات، ربما حين الظروف في بعض القطاعات، لكن نعرف أنه روسيا عندها يعني الحقائب الدبلوماسية وعندها الحقائب المالية اللي ممكن تستعملها وتجيب الأجهزة من أوروبا بطرق أخرى. إذن فالآن الآلة العسكرية لا تتضرر كثيرا، وإنما ربما يتضرر نوعا ما الاقتصاد الروسي، لأنه الروسيين الآن عندهم ربما بعض الشركات في روسيا، وربما عندهم كثير من الاستثمارات اللي عملوها في القطاعات التكنولوجية الصناعية الفلاحية وغيرها، فبالطبع راح يكون تأثير. طيب التأثير هذا ما طبيعته؟ يعني المدى، مدى هذا التأثير هل هو قصير متوسط بعيد المدى، وكيف يمكن أن تواجهه روسيا؟ هل يمتلك الاقتصاد الروسي ما يكفي من المرونة لمواجهة هذه التأثيرات؟ لا، هما بالنسبة لهم مثل الطائرة، يعني راح تكون في يعني ممر تاع اضطرابات ممكن 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، لكن الهدف نتاع روسيا أنهم بعد سنة أو سنتين تصبح الروبل الروسية كعملة عالمية وكذلك اليوهان، وهذا هو الخطر اللي راح يكون على الأمريكيين. ربما تضر روسيا نوعا ما في الوقت الحالي، لكن هي الهدف نتاعها أنها تخرج من هذه الأزمة، من 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 الاضطرابات الموجودة الآن، وذلك حتى تفرض على كثير من دول العالم أنها تتعامل بالروبل وتتعامل كذلك باليوهان الصيني. وهنا بالطبع المرحلة القادمة راح تمد قوة الاقتصاد الروسي، راح تمد قوة الاقتصاد الصيني، وبالطبع البترودولار الأمريكي ربما هو راح يخسر أكثر فأكثر. إذن فالآن احنا قاعدين نشوف روسيا أنه هذا بما يسمى بمؤتمر أو منتدى دول شانغاي، يعني الأوسياس، فيه أكثر من 15 دولة، وهذه ممكن أنها تنسق مع بعضها البعض، وكذلك ربما الآن الحرب اللي هي موجودة الآن الاقتصادية، أنه كل طرف يريد أن يجلب إليه منطقة الخليج، لأنه منطقة الخليج عندها ميزان كبير في هذه الحرب المالية أو الحرب الاقتصادية. إذن فإحنا بالنسبة لنا أنه موسكو سوف تمر بمرحلة اضطرابات نوعا ما، لكن سوف تخرج منها إذا ما كانش في حرب. طيب عالمية. إمداد القارة الأوروبية بالغاز الروسي يعتمد على بنى تحتية عملاقة هي خطوط الإمداد نورد ستريم 1 و 2. هل يمكن في حال فتحت روسيا أسواق بديلة، هل تمتلك القدرة على إنشاء بنى تحتية مشابهة، أم أن الأمر سيكون بطريقة أكثر تقليدية؟ أتكلم هنا بالتحديد عن الطاقة، الغاز والنفط الذي تصدره روسيا وتعتمد عليه ربما كثيرا في موازنتها. بالطبع هي روسيا عندها نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2،
الذي في أكثر من 2400 كيلومتر، واللي عنده الحجم نتاعو حوالي 70 مليار متر مكعب، يعني اللي يصدره ألمانيا. إذن فالآن بالنسبة لروسيا عملت استثمارات كبيرة هي ألمانيا. ألمانيا الآن بالطبع هي موجودة في ظروف صعبة، لأنه احتياجات الغاز ليس إلا للوقود ربما في المنازل وغيرها، لكن هي الصناعة الألمانية وبالطبع الصناعة الألمانية راح تتضرر كثير بهذا النورد ستريم، لأنه في التجارب الأخيرة وممكن أنه يبدأ في الإنتاج نتاعه يعني عما قريب. إذا بنفس الشيء بالنسبة للساوث ستريم، يعني النورد ستريم عفوا الأول. فبالنسبة لروسيا الآن ربما راح يكون توجه تاعها راح يكون صعب ما، لكن ربما توجه كذلك الغاز نتاعها نحو دول آسيا الوسطى وخاصة نحو الصين، نحو كوريا، هذه الفكرة، نحو دول أخرى آسيوية. إذن هذه الفكرة أصبحت واضحة أخرى بالنسبة لروسيا. نعم، أنتقل إليك ضيفي من واشنطن دكتور عبد الوهاب القصاب. كيف يمكن دكتور للولايات المتحدة الأمريكية أن توازن بين الأضرار التي تستهدف بها الاقتصاد الروسي والأضرار التي يمكن أن يتكبدها حلفاؤها الأوروبيون وأيضا الاقتصاد العالمي على حد سواء؟ تحياتي لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. واضح أنه هنالك يعني حسابات دقيقة تتم في هذا الوقت بقدر تعلق الأمر بنمط أنماط العقوبات التي تفرض على الاتحاد الروسي، ولذلك نراها أنها متراكمة متدرجة وتلبي الخطة يبدو كما يبدو هي الموضوع. الإشكالية الرئيسية هي هناك أضرار رئيسية يعني سيتحملها الأوروبيون كما سيتحملها الروس، لكن الإشكالية هنا كما علمنا كيف تم التعامل مع موضوع الغاز لتجهيز الغاز مثلا، ونحن نعلم بأن يعني رأس المال الأجنبي المتاح الكبير للاتحاد الروسي هو الهيدروكربونات الغاز والنفط، ويعني أنت تعلم أيضا بأن رئيس بايدن أو أمريكا تحديدا يعني حتى يعني فتحت أبوابها على فنزويلا لتدعوها لكي تنضم إلى العقوبات، ويبدو أن هنالك مباحثات تحت يعني ماشية في هذا الوقت، وتعهدت الولايات المتحدة أن تأخذ كل النفط الذي كانت تصدره فنزويلا إلى أماكن أخرى. إذن أكيد هذه الحرب يعني أضرارها سيتحملها الجميع أوروبيون وروس، لكن الحقيقة الكبرى أيضا أن الروس هم من سيتحمل الضرر الأكبر. وهذا يطرح سؤال آخر دكتور عبد الوهاب، يعني إلى أي مدى من المنظور الأمريكي يمكن للإجراءات العقابية التي تتخذ بحق موسكو أن تحد الآن من قدرتها على استدامة هجومها على أوكرانيا؟ لا، هي حدت الآن واضح، يعني مجرد قبول روسيا ما كانت ترفضه سابقا وهي انخراطها بالمفاوضات، قبولها بوقف إطلاق النار، اللقاء المتوقع بين وزيري الخارجية، أنا أتوقع أن الرئيس أردوغان سيقوم بجولات مكفوكية لكي يؤمن لقاء بين الرئيسين. أنا أظن أن يعني ما الآن مرحلة لي الأذرع ومحاولة السيطرة على ما أكثر ما يمكن من المكاسب قبل أن تبدأ المفاوضات الحقيقية للسلام، يعني وقف إطلاق النار وإنهاء على الحرب. الدرس وصل إلى طرفين، يعني روسيا تعاني الآن، لا يعني ليس هناك من يكابر ويقول أن روسيا لا تعاني، وكل الأحلاف التي في البال هي يعني آمال وليست حقائق. نمط التصويت في الأمم المتحدة كان واضحا، ولذلك أظن أن القادة الروس وبوتين تحديدا لأنه هو صاحب القرار الوحيد قد وصلوا إلى قناعة أنهم يمكن أن يفوزوا بما قاموا به بإعلان حياد أوكرانيا، حياد حلف الأطلسي، وقد تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومن هنا ستضمن أوروبا حماية يعني دعنا نقول مزدوجة. طيب، روسيا لا تتمكن من أن تتحرش بها لأنها محايدة، والاتحاد الأوروبي يؤمن بشكل وبآخر. طيب دكتور عبد الوهاب، يعني أريد أن أعود إلى نقطة فنزويلا، خصوم الأمس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا وإيران والشركاء أيضا في دول الخليج، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هؤلاء
موردا ثابتا أو شبه ثابت لتعويض ما قد ينقص من إمدادات الغاز والنفط الروسي في الفترة المقبلة. بالمناسبة الولايات المتحدة يعني ليس لها خصوم دائمين، يعني عندما تتوقع أن الطرف باء سيكون في صالحها أن تتعامل معه تذهب وتتعامل معه ومن هنا فيعني أظن أن الاعتراضات أو اللاءات على إيران أو على فنزويلا يعني ممكن أن ترفع في أي وقت يتم الوصول إلى منتصف الطريق بين الطرفين. نعم. وأظن أن إيران تحديدا ستفوز، لأن إيران لديها احتياطي هائل من الغاز قطري، هي شركة قطر وقطر هي الدولة الثانية والثالثة في الاحتياطي الغازي العالمي. نعم. لذلك ممكن أن تفوز إيران بشيء من هذه اللعبة و بضمان من الغرب. نعم. في كل مرة الذي كان يدفع حبل الحياة لإيران هو الغرب وأمريكا تحديدا، كما حصل في حقبة الرئيس أوباما. نعم. أعود إليك دكتور، أعتذر منك على المقاطعة دكتور عبد الوهاب، وأعود إليك دكتور فريد، ونعود إلى العواقب التي يمكن أن يتحملها الاقتصاد الأوروبي وخاصة اقتصادات الدول الصناعية الكبيرة مثل ألمانيا مما يحدث الآن من حرب اقتصادية، إذا أردنا أن نسميها بهذا الاسم. لا، هي حرب اقتصادية بالدرجة الأولى ما بين واشنطن وموسكو بالطبع، وأرض المعركة هي أوروبا، سواء كانت أوكرانيا أو الدول اللي كانت في المعسكر الاشتراكي وارسو من بولندا ورومانيا بلغاريا المجر، وكذلك المعسكر الغربي يعني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وغيرها. فهذا يدل على أن أوروبا هي من تتكبد الخسائر الكبرى، لأنها الآن موجودة في ظروف صعبة جدا، يعني من جهة أن دولة أوروبية وهي أوكرانيا تتعرض للقصف الروسي وبالطبع لتجزئة الأراضي الأوكرانية على حساب أوروبا، وكذلك أوروبا تريد أن تخرج من هذه الأزمة بأقل التكاليف، هي لا تريد حرب دائمة لأنه خايفة كثير أوروبا لو تستمر هذه الحرب، فبالطبع ممكن أنها تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهذا بالطبع راح يعود يعني يكون كارثي على أوروبا أكثر من روسيا والولايات المتحدة. إذن فأرض المعركة راح تكون في أوروبا، احنا شفنا أن الحرب العالمية الأولى انطلقت في القارة الأوروبية، والحرب العالمية الثانية كذلك انطلقت في أوروبا، وكذلك نابليون بونابرت لما هاجم حتى موسكو كانت في أوروبا. إذن المعركة سوف تكون في أوروبا أكثر من أي منطقة في العالم. إذن الأوروبيين يدركوا هذا الأمر جيدا، وهم يريدون أن يتفادون هذه المعركة مع روسيا، وكذلك يريدون أن يلقوا مخرج لهذه الأزمة، لأن أوروبا لو كانت عندها الإمكانيات العسكرية لما ترددت ساعة لضرب المواقع الروسية. طيب دكتور فريد، لو تسمح لي، يعني مسؤولون أوروبيون يتحدثون عن إمكانية أن تستغني القارة الأوروبية عن الغاز الروسي خلال بضع سنوات، خلال سنوات قليلة. في هذه الحالة يعني أوروبا ربما تسعى إلى الاستقلال من ناحية الطاقة عن روسيا، في هذه الحالة ما المصادر البديلة، وإلى أي مدى يمكن لاقتصادات أوروبا أن تتحول بشكل سلس إلى هذه المصادر؟ لتحويل هذه الطاقة ربما تتطلب حوالي 10 سنوات أقل شيء، يعني من الصعب جدا أنك تجلب الغاز ربما من الجزائر أو من نيجيريا أو من قطر أو من إيران لتعويض الغاز الروسي، يعني صعب جدا في الوقت الحالي. ربما بمراحل هذا ممكن، لكن يتطلب كثير من الوقت وكثير من الاستثمارات كذلك. الحرب إذا كان انتهت ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الحرب الاقتصادية، فبالطبع ممكن أنه بعد سنة أو سنتين ترجع روسيا كمصدر إلى أوروبا، وبالطبع كل هذه الدول راح تنقص من المنتوج نتاعها نحو أوروبا. إذن فالآن الدول المصدرة للغاز لا تضمن جيدا أوروبا. نعم. باستثناء ربما الجزائر مع إيطاليا عن الأنبوب الشرقي، وكذلك نعم. مع إيطاليا الاثنين عندهم حوالي 40.5 مليار متر مكعب، لكن من الصعب جدا أن
نقدر نصدر ما تحتاجه ألمانيا، يعني 70 مليار متر مكعب. نعم نعم، هذه الفكرة أصبحت واضحة. أعتذر منك على المقاطعة دكتور فريد لضيق الوقت. أعود إليك دكتور عبد الوهاب القصادفي من واشنطن. حتى الآن كيف يمكن أن نقيم الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا، ودور هذا الدعم في صمود القوات الأوكرانية حتى الآن باختصار؟ يعني هو الذي جرى أن لولا هذا الدعم لتم يعني استباحة الأرض الأوكرانية بالكامل. يعني عاملان هم عملا على أن نصل إلى مرحلة تندوق، أي مرحلة الوقوف المجابهة التي يعني أفضت إلى إمكانية حصول وقف إطلاق النار واللقاء بين لافروف ووزير الخارجية الأوكراني. لولا هذا الدعم حقيقة من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة لما تمكنت القوات الأوكرانية بالصمود بهذا الشكل. لكن العامل الثاني أيضا مهم، أن هنالك تصميم شعبي أوكراني على القتال، وهذه أيضا وأنا سبق وأن قلت في إحدى مقابلاتي مع قناتكم الوقرة أن الأمر الوحيد الذي لا يمكن حسابه هو المقاومة الشعبية التي بإمكانها أن تلحق الهزيمة بأقوى الجيوش. هزمت أمريكا أكثر من مرة في فيتنام، هزمت أمريكا في العراق، هزمت روسيا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. إذن يعني المقاومة الشعبية هي التي يعني ستكون عامل حاسم، أو كانت حقيقة العمل الحاسم في تأمين الصمود لحد هذه اللحظة، الذي أقنع الطرفين بأن عليهما أن يترك هذه اللعبة العبثة التي لا حقيقة لا داعي، هو هجوم لا داعي له. يعني مهما تحدثنا عن أسطورة المجال الحيوي وغيره، كل هذا يرد عليه. الناتو موجود في قلب، كما قلت أيضا مرة، موجود في قلب الاتحاد الروسي، لأنه يقطع الطريق بين أقليم كالينغراد اللي هي تانبورغ اللي هي بروسيا الشرقية المحتلة من قبل الجيوش الستالينية في حينها، والتي أخرجت يعني إذا يعني أوكرانيا ما الذي تختلف فيها عن إستونيا ولاتفيا ولتوانيا الأعضاء في نعم نعم، والتي تقع الاتصال بالأراضي الروسية. هذه حرب عبثية حقيقة ما كان لها أن تنطلق. نعم. وكان ينبغي أن يتم هنالك ليس أقل من 10 خطوات تسبق الحرب. نعم. هم لم يجربوا أي خطوة رأسا. هذه الفكرة أصبحت واضحة، وأيضا أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت. أريد أن أعود إليك دكتور فريد. بأقل من دقيقة، العالم لم يتعافى بعد من تبعات جائحة كورونا على اقتصاده، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الأزمة الحالية إلى هذه الجراح باختصار؟ فبالطبع راح تكون ربما ظروف قاسية لكثير من الشركات الأوروبية وكذلك الأسيوية في هذه المرحلة، لكن حسب اعتقادي هو أنه في المستقبل القريب أنه يكون لقاء ما بين روسيا وكذلك أوكرانيا من طرف المسؤولين السامين، وربما راح تكون أوكرانيا مثل فنلندا، يعني تدخل في الاتحاد الأوروبي لكن ما تكونش عضو في الناتو. يعني نظن هذا هو الحل الوحيد لتدارك هذه المشاكل. وبالطبع لابد أن يكون هناك لقاء كبير على أعلى مستوى ما بين الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين، على أن تحلحل هذه كل المشاكل. والعالم بالطبع لابد أن يخرج من هذه الأزمة التي أصبحت يعني فيها تهديد حقيقي للبشرية والاقتصاد العالمي. دكتور عبد الوهاب، أيضا باختصار، ما مدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه واشنطن على شركائها في الناتو في أوروبا الشرقية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا عن طريقهم باختصار؟ يعني هو هذا الحقيقة رسالة الضغط وصلت، بدليل أن بولندا بدأت عن استعدادها لتجهيز أوكرانيا حتى بالطائرات، يعني ذات المنشأ الروسي أو السوفيتي سابقا. وأظن أن هذه لم تعد مشكلة، لأن حتى الكونغرس كان يناقش تخصيص مبلغ يعني كبير حد ما حدود مليار دولار لتغذية هذه القادرات. أي أسلحة جديدة ستدخل المعركة تحتاج إلى وقت محدد ليس قصيرا لكي تأتي كلها على ساحة العمليات. لكن أنا أظن أن الذي جرى حتى الآن أقنع طرفي النزاع بأن يعني يجنحوا للسلم ويحاولوا أن يحلوا هذه المشكلة حلا سلميا. الحل كما أنا قلته في
في أول مداخلتي حياد أوكراني أمني مقابل انضمام أوكراني إلى الناتو إلى الاتحاد الأوروبي، وبهذا ستحصل على ضمان الطرفين. نعم، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن دكتور عبد الوهاب القصاب الباحث الاستراتيجي في المركز العربي للأبحاث، وأشكر ضيفي من الجزائر دكتور فريد بن يحيى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.